نروح ان شاء الله مطعم ماما نوره، وهذه الاغنام على طريق الرياض رافضين بالعشب ياكلون هم جالسين من النعمة. يا الله بسم الله يا معيد يا الله يا الله يا الله يا الله. الجو ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها مجموعة مطاعم هنا، محلات ومطاعم. الجو يا سلام ما شاء الله تبارك الله. مطاعم هنا وهذا مطعم ماما نورة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. وهذا قسم الشاورما. تعال بوكس بوكس. ايوه يلا يلا. يوم امس كان يوم العلم السعودي ما شاء الله تبارك الله. يوم العلم السعودي تعال. كيف حالك؟ كويسه؟ باقي تقريبا ساعة على الرياض، ساعة على الرياض. وإن شاء الله بنروح نتغدى في مطعم ماما نورة. دعوة صديق عزيز علي الله يعطيه الصحة والعافية. بنروح إن شاء الله مطعم ماما نورة. أنا ما أعرفه والله المطعم. بنروح إن شاء الله نتغدى فيه وناخذ بعض اللقطات وان شاء الله يعجبكم. وهذا طريق الرياض. الجو اليوم ما شاء الله تبارك الله احتمال يصير مطر. الجو لطيف، الهواء ربيعي يعني ما هو بارد ولا هو حار، زين. وهذه الأغنام على طريق الرياض ترعى في الربيع ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. رافضين بالعشب ياكلون هم جالسين من النعمة. وهذا طريق الرياض. الطريق حتى اني ما اشوف الشارع. يا الله بسم الله يا معيد يا الله يا الله يا الله يا الله. الحمد لله. وهذه ضواحي الرياض والجو ما شاء الله تبارك الله. مثل ما تشاهدون الجو والسحاب كيف مدخل الرياض. باقي على الرياض تقريبا 54 كيلو.
تقبلنا هذه اللوحات الضخمة، عطور وعسل وما شابه، واثق الخطى يفوح عطرا. وهذه نقطة تفتيش الرياض، مدخل الرياض، هذه النقطة قبل الرياض بخمسين كيلو داخل والخارج. وهذه اللوحة تقول هذا تمر نقوى بقلابة أطياب التمور. ما دام الجو صار بالمنظر هذا، سحاب وغيم، النظارة الشمسية مالها داعي نشيل النظارة الشمسية. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا الجو، وش هالجو يا الرياض تبارك الله. من عند روضة الإخريم وروضة التلات، هذه اللي بالترعة. ما شاء الله تبارك الله. وهنا بعد يقول لك مهرجان الملك عبد العزيز للابل مع طريق روضة خريم وروضة التنهات ورماح، كلها طريقها واحد روضة خريم ورماح. يمين منه تبارك الله، مطرت، نزل علينا المطر. دخلت الرياض. مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عليها مثل الضباب. وهذا مطعم ماما نورة على اليسار، قربنا عليه. ما شاء الله يا المطر، اليوم 12 مارس 2023، أجواء لطيفة وجميلة. وهذه كلها مجموعة مطاعم هنا، محلات ومطاعم مثل ما تشوفون بهذه الأجواء الجميلة. وهذا مطعم ماما نورة، هذا مطعم ماما نورة. اي واحد فيهم ما عرفته، لكن في الخريطة كنت قباله.
لازم ألف من قدام وأرجع. الجو يا سلام ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله مطاعم هنا. استمتعوا مع صوت المطر. الو هلا والله هلا فيك. اقول لك تذكر علي شركه التامين على اني تاه اي عرفت كيف؟ وهو يسوي صلح يقول طيب على الشركه اللي ولا اللي قدمت عليها شو اسمه طيب قلت له صلح انا شو اسمه انا ما يفهم عن الصلح والصلح قلت له انا ابغى حقي بس لا اكثر ولا اقل. قلت له مثل ايش دكاتره يعني يفهموه مدري كيف يعني زي ما تقول لي باني اسحب الدعوه. ايه قلت له انا حبيب محضر صلح ايش استفدت من اللي ما خذيت حقي انا ايش استفدت من هذا؟ قلت له اذا تبغى اوقع محضر صلح تدفع لي 1500 وبعدها اوقع. ايه كان قلت له تدفع 30,000 لانك انت كانك اشغلتني وسببت لي سببت لي مرض نفسي وخليتني اشك في الدنيا واشك في شركات التامين وفقدت الثقه فيهم وتحطمت نفسيا. المفروض ايش مقصده هو؟ هو الظاهر يبغاني اسحبها عشان التعويضات هذه كلها عرفت كيف؟ اي لا بس انت اقول له قول له اي قول له نفس نفس ما قلت لك. وهذا مطعم ماما نوره ما شاء الله تبارك الله في هذا المجمع والاجواء طيبه ما شاء الله ما تروح ما شاء الله بسم الله ما شاء 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 الله. وهذا قسم الشاورما ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله يا كريم يا الله بسم الله الرحمن. طلعنا مشي ونزلنا اسانسير. بالعكس المفروض اطلع اسانسير وننزل مشي.
وهذه الشاورما. ايوه وهذه المشويات وصلت ما شاء الله تبارك الله. خذ يا حبيبي خذ. ما شاء الله تبارك الله. وهذا الخبز. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما زال المطر مستمر ما شاء الله تبارك الله. هذه شجرة ملفتة للنظر حمراء ما شاء الله تبارك الله منظرها جميل. يا الله يا كريم هذا المكان يمكن منطقة الذهبية أو ما أدري والله المنطقة شو اسمها. وين يطير الحمام هذا؟ تعال ايش هذا ها تعال 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 هاي بينطح ها ايش سالفه دخل انت اخبر من الدجاجه بس شويه ها يلا تعال بوكس بوكس تعال بوكس بوكس ايوه ها يلا يلا تعال تعال
شاء الله العلم السعودي، يوم أمس كان يوم العلم السعودي، ما شاء الله تبارك الله، يوم العلم السعودي، راية التوحيد، خفاقة، ما شاء الله تبارك الله، على طول الجسر، ما شاء الله تبارك الله. وش الزحمة هذه؟ خط أحمر. متوصين والله في الرياض بالعلم السعودي. الشرقية ما عندنا كذا. طبعا اليوم 11 مارس هو يوم العلم السعودي، وهذا اليوم يعني صار هذا اول سنة يصير يوم للعلم السعودي في تاريخ 11 مارس، بحيث انه رفع قبل 300 سنة في عهد محمد بن سعود، في قبل 300 في الدولة السعودية الاولى رفع فيها العلم السعودي في نفس التاريخ 11 مارس، ولكن يعني ما كان في مناسبة أو يوم للعلم السعودي، فأصبح 11 مارس الآن في السعودية هو يوم للعلم السعودي، راية التوحيد، وما في عطلة يعني، ما يعني أصبح يوم بلا عطلة. والقرار كان قريب يعني قبل أسبوعين، ربما العام القادم يكون يوم في عطلة للعلم السعودي، والله أعلم. هذا قصة يوم العلم السعودي. ردي الله أكبر يا موطني، موطني عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن. أنا والله لا أعلم من كان في السلام الوطني قال عاش الملك للعلم والوطن أو عاش الملك للوطن وللعلم، بس أعتقد أنها الوطن والعلم. وهذا الرابتر، وهذا شيخ البكب، شيخ البكب قاهر الصحراء، الرابتر يمشي في الصحراء كما تمشي السفينة في البحر، كما يمشي الطراد في البحر. العلم السعودي كان يوم أمس يوم العلم السعودي، معالم العلم السعودي واضحة في الرياض. هذه مدينة الملك عبد الله الاقتصادية على اليمين، الأبراج هذه الطويلة الضخمة. الدرعية منطقة جميلة، هذه المنطقة من هنا على اليسار.
راح المطر وبقى اثاره. وهذا الجامع شكله جميل. جامع الشيخ محمد بن عبد الله. جامع الشيخ محمد بن عبد الله بن ابراهيم الماجد. هذا مبني على الطراز الحديث. يعني شكله جميل جدا. ليس تصميمه ليس له علاقة بشكل المساجد القديمة. يعني اشبه بتحفة معمارية. تعالك يا حليلها يا حليلها يا حليلها. تعالك تعالك ها تعالك تعالك. ايوه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها كيف حالك؟ كويسة؟ شمال الرياض. يعني أنا كالعادة والله ما أعرف مناطق الرياض. لأني أمشي بالخريطة والخريطة يعني في يسار في يمين. طريق المترو. شوفون طريق المترو واضح هنا. من الشارع واضح اكثر. هذا قصدي من اول الشارع. من اول الشارع مرتفع يبين بطن طريق المترو. مترو الرياض.